السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. أول شيء بعتذر على الشاشة لأنه ما بعرف ليش مو راضة تزبط، لأنه لازم أفتحها من الإيميليتر مشان أفرجيكم شغلة جدا جدا مهمة اللي هي التصويت. التصويت يا أما في مشكلة يا أما هن عم يتغابوا عاملين شغلة راح تسبب مشاكل كثيرة بالفستيفال. بقى خلينا نبلش بالفيديو ونشرح عنه. اول شيء لازم انت مشان نزل التصويت ولازم انت مشان تصوت يكون عندك موبايل او ايميليتر، تفوت عن طريقه لهون وهون تختار الشخصيات اللي بدك اياها تجي بالبانر. هلا في شغله جدا جدا سيئه عاملينها اللي هي مو حاطين غير فيستيفال. طبعا نحن بنعرف انه البانر مستحيل تكون بس فيستيفال، راح يكون فيها عباره. هلا السنه الماضيه كان فيها 20 شخصيه عاديه او 15 18 شخصيه عاديه وسته فيستيفال. هالمره وكنا نصوت اعتقد سته، ولا كنا نصوت ثلاثه بثلاثه، اعتقد كنا نصوت ثلاثه بثلاثه. هلا عاملين شغله حاطين فقط فيستيفال. هلا ان شاء الله ان شاء الله تطلع غلط، هن عاملين شغله غلط، يعني مثلا مو منزلينها صح او شيء، او ممكن بعد ما نخلص من الفستيفال يجينا تصويت ثاني نقدر عن طريقه نصوت للشخصيات الثانيه اللي بدنا اياها تجي بالبانر. هذا اذا نحن متفائلين ونحن شايفين السنوات الماضيه، بقى بدنا تكون نفس السنوات الماضيه اللي هي انت اول شيء تختار ثلاثه فستيفال. وطبعا شو ما راح يجي بس ثلاثه، لا راح يجي مثل مكاتبين خمس هيروات من اللي احنا اخترناهم اقوى، يعني اكثر خمسه مصوتين لهم الناس راح يحطوهم، والسادس الفستيفال راح يكون الجديد اللي هو ممكن يكون بان ارثر وهكذا. بس احنا مو هم مشكلتنا، احنا مشكلتنا اذا ما جابوا تصويت للشخصيات اللي احنا بدنا اياها تجي، الشخصيات العاديه اللي هي بانر 600 جيم، بانر مثلا الستيب اب، بانر السبيشال، شخصيات مثل هي اللي احنا كنا قبل صوتنا عليها واخذناها، مثل مثلا نقول انا اللي بتذكره كان في مثلا ساريل، تارميل، كان في شخصيات نفس مثلا مين كمان كان في نسيان مين كان في، اعتقد شاندلر وزلدريس وهدول الشغلات اللي هو الشخصيات اللي كانت جيده بوقتها السنه الماضيه، عرفتوا كيف؟ بقدرنا نختار يعني من اصل 18 شخصيه، خلينا نقول كان في ثلاث او اربع شخصيات زباله والباقي كان كثير مفيدين وكثير ناس ما عندهم يوم 6 6. بقى كانت البانر لو شو ما طلع لك او اغلب اللي بيطلع لك راح يكون مفيدين لك. اما انا حاسس شو صار اللعبه قالت لك لا ما بصير الناس استفاد لهالدرجه، ما بصير نخليهم يحطوا يختاروا شخصيات قويه، ما بصير. فهذا الشيء اللي انا شوي حاسس انه هن لاعبين اللعبه غلط. ليش؟ نحن كلياتنا بنعرف، او مو كلياتنا يعني اغلبنا مثلا هي لساتها موجوده لامتى؟ 23 شهر. اوكي، في كثير ناس بس على البانر هي ما سحبت، في ناس على البانر اللي قبلها كمان ما سحبت، في ناس يمكن صار لها من عند مايل لهلا ما سحبت، لانه بصراحه ما في بانر كثير بتستاهل واحد يسحب عليها. يمكن روكسي كانت البانر الوحيده اللي ها ممكن الواحد يسحب عليها ويروح جيماته، مثلي اللي انا لو ما روحت جيماتي هلا بيكون معي بحدود ال 1200 جيم اذا مو اكثر. فاغلب الناس فيك تقول معهم، في ناس معها 200، في ناس معها 300، في ناس معها 2500، وكلياتهم ناطرين بانر الفستيفال. مشان هيك هن لاحظوا انه اخر اربع بانرات الناس ما عم تسحب. الو، ما عم تسحب. بقى شو قال لك؟ قال لك لا، اذا خلينا كل الناس تسحب على الفستيفال وكانت اقوى بانر الفستيفال الناس ما راح تشتري وراح يستفادوا كثير. اذا مثلا خلينا نقول البانر كان كل الشخصيات اللي فيها انت بدك اياهم راح تسحب 1000 سوري راح تسحب 900 وممكن 900 ثاني، يعني ممكن تسحب 1800 على البانر، يعني راح تسحب كل جيماتك من الاخر.
هذا الشيء طبعا منيح للشركه، لانه انت راح تروح جيماتك باي بانر بتجي بعدها راح تضطر مثلا اذا انت بتشتري راح تشتري مشان تعمل عليها. بس هنا بدهم يعملوا الشغله، اعتقد اذا مو غلط هاي الشغله اللي هنا عاملينها، بدهم يجيبوا شخصيات من عندهم، وهذا الشيء اللي احنا ما بدنا اياه. هلا ممكن الفستيفال نخليهم يضطروا يحطوا مثلا اقوى خمس شخصيات فستيفال، اللي هن مثلا هدول ثلاثة أربعة خمسة مثلا ستة سبعة، هدول السبعة وحتى هذا الثامن لساتهم جدا قوايا. خلينا نقول مثلا اختاروا ستة منهم، يعني أي واحد بيطلع لك من هدول اللي احنا اخترناهم راح يكونوا جدا قوايا ومفيدين. فإذا عملنا نفس الشيء للشخصيات، مثل مثلا خلينا نقول حاطين مثلا من الجداد شخصيات الجديدة، حاطين مثلا تشاندلر كثير كثير مفيد، سوري كيوزاك تشاندلر، حاطين لوديسيين اللي هدول ما سحبنا عليهم نحن، مثلا لوديسيين ليز اللي ما سحبنا عليها كمان يحطوها بالبانر، ومثلا يحطوا هاي، فهيك ساعتها كل اللي ما سحب على البانر القديمة راح ياخذهم هلا بانر واحدة. يعني انت اذا كان حظك سيء مثلا ما طلع لك فيستيفال، ممكن يطلع لك الشخصيات اللي انت ما عندك اياها، او شخصيات القوية اللي انت مثلا ساتا ما عندك اياها 6-6 مثلا. خلينا نقول انت لساتك لهلا انت عم تستخدم مثلا شخصية مثل مين، مثلا مثل مثلا هاي لهلا عم تستخدمها بس لساتا عندك اياها 1-6 ولا 2-6، فاذا اجت بالبانر وطلع لك منها سختين ثلاثة انت هيك مستفيد. إذا نفس الشيء مثلا هاد، نفس الشيء مثلا شخصيات البي في بي والبي في اي القوية، ممكن إذا أنت اخترتها تطلع لك، وساعتها أنت ما في داعي تسحب على البانرات الثانية. فأعتقد شو راح يعملوا؟ راح يجيبوا من عندهم. هلا ممكن ما حقول لك إنه 90% ما راح يحطوا شخصيات كلها سيئة، بس شو راح يعملوا؟ مثلا راح يقطوا لك واحد اثنين مثلا هذا واخته، لانه بيعرفوا الناس بيحبون هذول اثنين هذا واخته، وراح يحط لك مثلا راح يحط لك تشاندلر وكيوزاك، هذول الخمسة مثلا او هذول الاربعة، بعدين الباقي يقط لك مين؟ يقط لك مثلا مليودس هاد، يقط لك مثلا هاد، يقط لك مثلا هاي، عرفت؟ هلا ما حدا بيستخدمون، يعني هدول شخصيات اللي ما حدا بيستخدمون الا بشغلات معينه. عادي مثلا يعمل هيك، يعمل ما بدي حبيبي، يفوت لهون يحط لك هدول الشخصيات اللي هو لو تفوت لهون عادي مثلا يحط لك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، حط لك هدول 16 شخصيه. ساعتها انت اي شيء تسحبه راح يكون مثل قلته، لانه هي الشخصيات اجت 750 الف مره بكل بانر، بانرات الفري بيجي فيها هذول الشخصيات. فتخيل هذا اللي يعملوا ساعتها، عن جد بيكونوا جدا جدا سيئين. وحزير ممكن شو يعملوا؟ حزير ممكن شو يعملوا بعد ما تجي بانر الفستيفال؟ خلينا نقول مثلا بانر الفستيفال اجت فيها مثلا، خلينا نقول ارثر، فيها اسكانور ذا ألتيميت اسكانور، فيها ليز، فيها مارلين، فيها استروسا، وباقي الشخصيات سيئة، انت راح تضطر تسحب مشان مثلا والله ألتيميت اسكانور والشخصية الجديدة استروسا ما عندك يا مارلين ما عندك ياها، والباقي شو ما طلع لك راح يكون بالزبالة. وروحت والله 1800 جيم كمثال، بعدها على طول بعدها باسبوعين او ثلاث اسابيع ممكن يجيب لك بانر تانية يكون الشخصية الرئيسية فيها جدا عادية، مثلا يجيب لك مثل هاي البانر شخصية مثل هاي جدا عادية، بس شو يعمل؟ بدال ما يحط هون هدول الشخصيات اللي نزبالين، يحط لك والله شو كل الشخصيات القوية بالبانر. يعني مثلا يحط لك روكسي، يحط لك مثلا هاي يحط لك والله مثلا، خلينا نقول انت مثلا كيوزاك، يحط لك تشاندلر، يحط لك ليز، يحط لوديسييل، يخلي البانر عباره عن كل الشخصيات اللي انت ما عندك اياها ولسه ما سحبت عليها او ما طلعت لك لسه، عرفت؟ ساعات انت بدك تضطر تسحب على هذيك البانر وتشتري ممكن احيانا جيمات مشان تسحب
على البانر اللي بعد الفستيفال. اعتقد هذا اللي راح يصير. هلا ان شاء الله ان شاء الله يكون غلط وبكره مثلا يصلحوه ويرجعوا لنا الشخصيات، بس اذا ما رجعوها وخلوا هن، هلا ما في منطق بيقول لك انه لا تنقي انت الشخصيات، لانه دام انت صرنا هلا 4 سنين 3 سنين الماضيين عم نعمل، احنا عم نختار الشخصيات، ما بتصير هلا تجي انت تغير القانون الا اذا انت ناوي على مصيبه، الا اذا انت ناوي على مصيبه، ناوي تخلي مثلا خلينا نقول مثلا من 18 شخصيه 5 قوايا و12 شخصيه زبالين ما راح نستفاد منهم ابدا، او يا خلينا نقول مثلا اذا بدي يجيبوا 20 10 زبالين و10 قوايا، ساعتها انت بقى انت وحظك، يا بيطلع لك شخصيه اوفر قويه يا بيطلع لك شخصيه زباله ما راح تستفاد منها شيء، وراح تخليها مثلا هيك مو مطوره مثل هدول مثلا مو مطورين لانه انت ما عم تستخدمهم او ما في مكان تستخدمهم فيه. هلا ممكن هدول يكونوا اوايا بس انت حاليا ما في مكان تستخدمهم فيه، ما راح تستفاد منهم شيء، عرفت كيف؟ بقى ان شاء الله ان شاء الله ما يغدرونا ويعملوا هيك، لانه عن جد لو غدرونا وعملوا هيك، لانه حاليا الكل، انا نيجاتو الشباب اللي عندي بالديسكورد بالكومنتات كله ناطر بانر الفستيفال واحتفاليه الفستيفال، احتفاليه السنويه. ليش؟ لانه كلياتنا شايفين قديش اللعبه صايره سيئه، كلياتنا في ناس تركت اللعبه، حتى نيجاتو بذات نفسه كان عم يفكر يترك اللعبه، اللي هو مثلا فيك تقول من اكبر اليوتيوبريه للعبه بالعالم، عرفت؟ او بالاجانب وبالعرب، عرفت؟ بقى اذا واحد نفسه كره اللعبه، شو مالك الشخص الطبيعي اللي مثلا لساته هلا مبلش اللعبه ولا ما بيقدر يسحب على اي شخصيه، اللي هو ذاك بيطلع شخصيه 6 ومل. بقى انت مثلا اللي عندك خلينا نقول هون عندك 50 شخصيه لساتك ما عندك اياهم، وما عم يجوا بانرات جيده، عم يجوا بانرات اللي هي سيئه، واللي انت اذا انت سحبت عليها راح تكون خساره بخساره، عرفت؟ مثلا مثل هاي مثلا انت ما جاب لك كولا، جاب لك شخصيات، يعني شوف البانر هاي، يعني هيك تخيل هيك يجيب لك بانر فيها شخصيه ولا شخصيتين قوايا والباقي كلهم يعني اسكنور الاخضر، هاي اللي هو نظامي. انت لو بتفوت على التيكتات المجانيه، لو تفوت على التيكتات المجانيه ممكن يطلع لك اسكانور هون، هيك هي مارلين، وينو اسكانور؟ وهي اسكانور. يعني انت تدفع 30 جيم مشان يطلع لك واحد، ممكن يطلع لك بالبانر المجانيه. سيجلو دي سي ال هون ولا لا يا ترى؟ حطوه ولا لا؟ لانه عادي ممكن يحطوه من غير ما نعرف. لا لسه ما حطوه، فعرفت كيف؟ فان شاء الله ان شاء الله يكون في خطا ويصلحوه، وان شاء الله ما اللعبه تجيب العيد. وساعتها عن جد عن جد اعتقد في ناس كتير كتير حتى لو سحبت على الفستيفال راح يكونوا مستائين من اللعبه بشكل هائل. بقى يا رب ما يعملوها. بقى بس هون بكون صنعت فيديو، اجتكم استمتعتوا فيه، استمتعت فيه لا تنسوا لايك للفيديو، تشوفوا على مقاطع تسخير جديد، بنشوف على اخر فيديوهات تانية. مع السلامه.